الكل يعرف أن البصرة مدينة مظلومة، مدينة همشت، مدينة حرمت من كل أبسط الحقوق، مدينة تعرضت خلال 35 سنة في النظام الماضي النظام القديم في حروب، دمرت مفاصلها، دمرت بنى التحتية مالتها، والحقيقة يعني أمور كثيرة حدثت في هذه المحافظة العظيمة. الحكومة المركزية لا تأخذ قضايا البصرة بمحمل من الجد أو بطريقة علمية، الحكومة المركزية تنظر إلى البصرة أنه كأي محافظة أعطيها تخصيصات مالية سنوية من الموازنة، تلك التخصيصات تذهب في إلى الحكومة المحلية وبعدين في طريقها إلى الفساد والفاسدين، والبصرة لا تحصل على أي شيء.